أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: استشكل علي عبارة ألقيت في درس من الدروس، يقول: إذا وقعت الأمور كونا يقال إنها وقعت بإرادة الله وقدرته، أما إذا لم تحصل هذه الأمور كونا فلا يقال إنها لم تقع بقدرة الله، لأن ذلك يؤدي إلى القول بأن الله عاجز، مع أننا نعتقد أن الأمور إذا لم تقع هذا كلام فاسد ولا ينبغي ذكره. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ما يغير الداعية إلى الله والمعلم، ما يغير الأسماء الشرعية. نعم.